من العاصمة التونسية ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد الجمعي القاسمي للحديث أكثر عن هذه الانتخابات. إذا نتحدث سيد الجمعي عن انتخابات كونا منذ 2010 هي أول انتخابات، كيف تباعد هذا اليوم مع المشهد؟ إلى أي درجة كان متوقعا، مفاجئا، مخيبا؟ يعني هذه الانتخابات تكتسي أهمية بالغة باعتبارها الأولى منذ العام 2010، وهي أيضا تكمن أهميتها في أنها تتعلق بالحكم المحلي وبالتالي ترسيخ ديمقراطية البعد والديمقراطية على المستوى القاعدي، وتؤسس لنجاح المسار الديمقراطي الذي دخلته البلاد منذ العام 2011. لكن وللأسف الشديد مجريات هذا الاستحقاق الانتخابي في بدايته بدأ محتشما خجولا من جهة الإقبال على صناديق الاقتراع، رغم الإجراءات الأمنية المشددة لضمان حسن سير عمليات الاقتراع، وكذلك أيضا الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأيضا على مستوى توفير كل الظروف المناسبة من جهة السلطات التنفيذية. هذا الإقبال الضعيف لغاية الآن، حيث قبل نحو نصف ساعة ممكن أن تغلق صناديق الاقتراع لم يتجاوز بعد نسبة الإقبال 25%، وهي نسبة مخيبة للأمال وتعكس حالة العزوف التي كثيرا ما حذرت منها مختلف الأوساط السياسية في البلاد. النسبة إلى الآن ما هي؟ كنا نتحدث عن السبسي حوالي 54%، كانت لا، النسبة إلى حد الآن لم تعلن رسميا لكنها متفاوتة من مكان إلى آخر وفق الكثافة السكانية. وبالتالي ننتظر البيان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستحدد هذه النسبة. لكن قبل ذلك كانت هناك دعوات محذرة من العزوف الذي خيم بظلاله على الأجواء العامة لهذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن الأحد الماضي عندما صوت الأمنيون والعسكريون، وهي أول مرة يصوت فيها هذه الفئة الاجتماعية في تونس منذ استقلال البلاد عام 1956، تميزت بعزوف بارز حيث لم تتجاوز إجمالي نسبة الإقبال 12%. والجميع يخشى أن تنعكس ذلك السيناريو على هذا الاستحقاق. لا نتمنى أن يحصل ذلك، لكن الآن ننتظر، خاصة وأن كما قلت تفاوتت نسب الإقبال من دائرة ولم تكن كما كان متوقعا. باستفسار أخير، التغيير، ما التغيير الذي يمكن أن يحدثه هذه الانتخابات وبطبيعة الحال تمهد ل 2019 وللانتخابات البرلمانية، إعادة ترتيب المشهد السياسي؟ دون شك نتائج هذه الانتخابات ستعيد تشكيل موازين القوى في البلاد، وبالتالي مشهد سياسي جديد سيكون له كبير الأثر في تحديد الاتجاه العام للاستحقاقين الانتخابين الكبيرين، أي التشريعية والرئاسية للعام 2019. أنا أشكرك جزيلا. من العاصمة التونسية الكاتب الصحفي سيد الجمعي القاسمي، شكرا.